في عندك النوع الاو سي دي مثلا اللي هو يعتبر او سي دي خاصه بالتاكيد او تشيكينج. التشيكينج او سي دي بقى شخص بحاجه انه يتاكد من الاشياء، مثلا بيتاكدوا اذا الباب تقفل، بيتاكدوا منه 7 8 مرات. كل العالم بتتاكد من الباب اذا تقفل مره او مرتين، هذا شيء طبيعي. ولكن لما نبلش نتاكد انه الباب مقفل 4 أو 5 أو 6 مرات ورا بعضهم، أو نتأكد إنه جارة الغاز مثلا تسكرت 4 5 أو 6 مرات ورا بعضهم، وحوالينا العالم عم بيقولنا إنه خلص ما تأكدت منها مرتين بكفي، أو مثلا حدا بيسكر سيارته بريموت كنترول 6 7 8 مرات، يعني في شيء إذا بدك ممكن يشغله باله، إنه بركي إذا السيارة ما تقفلت أو إذا الباب ما تقفل يحس حاله بخطر، أو ما يحس حاله عنده كنترول على الوضع. هيدي فكرة الكنترول مهمة كتير، الأشخاص اللي عندهم OCD بهمهم كتير عندهم كنترول، مش هيك أوقات كمان بيعذبونا لما نضطر بالحالات القصوى إنه نعطيهم أدوية ما بيتقبلوا الفكرة لأنه بحسوا حالهم إنه ما بقى عندهم هالكنترول.